ازاي تلعب تمرين الميدل كيبل فلاي لعضله الصدر اللي في النص بتشغل معاك عضله الصدر اللي تحت برضه. طيب مبدئيا لازم هتروح عند الكيبل، بعد كده هتنزل المستوى بتاع الكيبل بحيث ان هو يبقى في مستوى كوعك بالشكل ده كده كده في مستوى كوعك. تظبط الناحيه الثانيه نفس الكلام، تأكد ان هما محطوطين على نفس الزاويه ونفس الرقم. بعد كده هتركب المقبض ده وتركب المقبض الثاني برده نفس الكلام، ظبط وزنك اهم حاجه. بعد كده تمسك مقبض والثاني، ما تاخدش الوزن من ورا يعني تطلع لقدام وتبتدي تقفل القفله دي، غلط انك تطلع بالشكل ده، يعني انك تاخد الوزن وتقفل من هنا كده ده غلط ممكن يمزقك. فليه خلينا ناخد الوزن كده الاول وناخد خطوه لقدام، يبقى رجلك ورا ورجل قدام، صدرك فوق، فردت كوعك، ابتدي اقفل بالشكل ده كده. كوعك مفروض سنه صغيره، مش متني وبتلعب كده، لا مفروض سنه، تبتدي تقفل عند نص صدرك من قدام، ترجع لحد الاخر كده، لحد هنا، لحد ما الحين كتفك من ورا يقفلوا على بعض. ما ترجعش للاخر خالص علشان ما تلزقش كتفك غصب عنك لو انت عندك المرونه بتاعه الصدر، عضله الصدر مش احسن حاجه. ف اهو نفسك بتطلعه وانت بتقفل، بتاخده وانت بترجع، صدرك فوق، خلصت، ترجع خطوه، ترجع الوزن، يبقى انت كده شغلت عضله الصدر، لعبت تفتيح لعضله الصدر اللي في النص واللي تحت. بس كده خلصنا الفيديو، اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله، ما تنساش بقى تشترك في القناه.